بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي وأشواقي، ومن أعماق أعماقي أذكركم بأن الدين في وجداننا باغي، وإن الدين لا يحتاج تدليسا ونفاغي، مساكنه بواطننا تزيننا وتبعث في نفوس الناس إشراقي. فيا عجبي على زمن يحطم في أمانينا وينسر باغة الأحزان في أرجاء وادينا. كيف أحوالكم؟ علكم طيبين، علكم زينين. متى تدري بأني عاشق منسي، وإني قد دخلت حصونك الرحباء في أمسي، ولم أحفل بلغياك وكان الحزن في نفسي. كيف أحوالكم؟ علكم طيبين، علكم زينين. مرحب بأحمد، مرحب بحسن عبد الله، مرحب بالأماجد الميامين. طيب، شير عشان يعرف الغير، شير عشان نوصل صوتنا للغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل شهدانا الأخيار الميامين. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفي جرحانا ويعيد مفقوديننا ويصلح على الوطن والمواطن. كيف أحوالكم؟ مرحب بمحمد أحمد فريد، مرحب بأيمن إبراهيم، مرحب بمحمد حبابكم عشرة، مرحب بفارس صالح، مرحب بعصام سليمان، مرحب بأيمن إبراهيم. أنا نسيت والله في نفرين ما كلمتوا الناس القلوب، نحن أصحاب الغرار نسيت أكلمهم. مرحب بفرعون، الحمد لله أنك تجيت. مرحب بالبات، مرحب بالكنداكة نشوة، تحياتي لكم. أنا طلعت عشان أجرب حقيقة أكثر حاجة، لأنه قمت غيرت نوعية الشبكة، قلت أتأكد أن شبكتنا دي مني أنا ولا من التهكير، ولا يمكن ما مقصود. أنا مرات الناس بقت تتوهم، في ناس بيقوموا يتوهموا يا جماعة نحن مستهدفين، ونحن طبعا ده نوع من الواحد ده يشعر بالكينونة، يقوم يقول لك والله نحن مستهدفين، نحن مقصودين. يا أخي هو ويكون جدادة ولا يكون كوز ولا يبادك، يقوم يقول لك نحن مستهدفين. المستهدفك منه؟ انت ذاتك صاحب الهدف، ذات انت الهدف. فالمرات عشان كده الواحد بيقوم يحاول يغير مرة ويعدل مرة وكده. كيف أحوالكم؟ مرحب بمازن، مرحب فرعون، مرحب مامون، مرحب معمر، مرحب بكم حبابكم عشر. شير يا جماعة عشان يعرف الغير، شير عشان نوصل صوتنا للغير. بتمنى انه يكون صوتنا واضح هيبة وجبرة. لو الصوت واضح طوالي تدونا عشان نبدأ يا جماعة. مرحب بك، هنا غردون، تحية لك يا أخي. تسلم حبيبنا محمد، محمد تسلم، غازي أحمد حبابك، مرحب بك مرتضى، مرحب بيوسف ولا يوسف الكنداكة يسرى يا الله، تحياتنا لكم. مرحب برزق الله خليل، مرحب بالفاتح الجزولي، مرحب بفل الفل، تحياتنا عمر صاحب. يا جماعة دارين نتكلم سريع كده عن أحداث متابعينا، لكن دارين شير عشان يعرف الغير. الحمد لله إنه عاصم جاء، تحية لأخونا عاصم. عاصم حبابك عاصم اللمين، وطيب منقى، عمر الشيخ، محمد بابكير. قلت لك في ناس طبعا عنده المشكلة بتاعت انه هو شاعر طوالي بالاستهداف، انه هو مستهدف وانه عنده مشكلة، ويكون ماشي في خط الكيزان. انت مستهدفك من هو؟ في ذلك مستهدفك يعني انت تمشي في خط الكيزان؟ وذي طبعا واحدة من الحياة طبعا الحس اللي ما دي بتزرعوا يعني. لو قمت قلت لوني يا اخي حمدوك ده انحرف من المسار ولا كده، يا اخي الذول ده بيقوم يعاين لك. هو طبعا بيكون داري يصنفك، داري يصنفك طوالي، اول ما داري يصنفك يعني يقول كوز. لو لقى طريقة كوز دي صعبة شوية بيقوم يقول لك يا اخي انت مغيب. لو لقى صعبة بيقوم يتكلم لك عن الانجازات بتاعت الحكومة الانتقالية. هي طبعا انتقامية زي ما قالت هبة، ودي واحدة من المشاكل بتاعتنا، انه طوالي يقول لك يا اخي نحن حسي حاليا يعني خلقنا علاقات خارجية متينة، ورفعنا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. هي ممكن تكون حقيقة، لكن هي اصلا الثورة كانت حتعمل كده يعني. انت ما عملتها اصلا، هي ما هو نظام سقط، النظام اصلا كان عمل المشاكل، العمل الارهاب ده وعمل المشاكل دي كلها هو ما سقط يعني. طيب خلاص، ما اصلا الحاجات دي لازم تنزال معاه، وما هو العمل منوع، عمل النظام البايت خلاص هو فات. اذا اصلا حتترفع يعني العلاقات الخارجية اصلا جاية، لانه ذاك اصلا النظام كان غاشم، فانت يعني ما عملت حاجة. ثانياً، انت اذا كان بترفع اسم السودان من غايبة الدول الراعي للارهاب، ما ترفع اسم المواطن البسيط المكلوم ده، ارفع كرامته. ما دي حقائق حقه نحن نتكلم فيها. ليه المواطن لغاية حسي هو مضطهد؟ ليه حسي لغاية حسي في الاختطاف؟ وليه حسي الناس مكممة فيها ما قادرة تتكلم؟ عارفين انه الوضع ده سيء، ما قادرين يتكلموا ليه؟
ما خلاص بدل كان في جهاز الأمني بدأ يكون في حاجة تانية، دعم سريع، الدعم السريع واستخبارات الدعم السريع، والبيت البلد بقت مكرتنا. وبالعكس الدور ده الأدوات بتاع عمر البشير الحسي ماسك السلطة دي ما زي عمر البشير، هي بتقتل طوالي أو بتقنص أو بتخطف. داك شوية كان عنده جهاز الأمني بتلتلك في الأجسام بتاعته، بيوديك بيت الأشباح، بيوديك موقف شندي، المهم بتندق دق العين، بتاخد لك شهر شهرين بتطلع. ديل بيقتلوا، ديل غتلة يعني، بيختلفوا من النظام السابق. كويس، دارين نبدأ نتكلم. أولا طبعا الناس شاهدت المحاكمة بتاعت عمر البشير، طبعا أنا حضرت الكلام بتاع سبدرات طبعا زول خطير جدا يعني، دائما حايم في الاريا دي، كان شيوعي قلب اسلامي، ما تعرف هو حايم في الاريا دي محل المصالح. بس المحامي بتاع عمر البشير طبعا، وده يخلق المشكله، انها مشكله تاريخيه. سبحان الله الكلام دائما قاعد احكي لك، كل اي زول يخش يحضر المحاكمه دي ويحضر كلام سبدرات ده، طبعا كلام سبدرات ده يعني قال نفس الكلام اللي احنا بنقوله، قال يا جماعه التاريخ ده ما في زول عاقبه قبل كده، بس انتوا دارين تعاقبوا عمر البشير ده يعني، خليتوا الناس دي كلها بيفهموا. لو انت قلت قعدت سمعت كلامه كده حتعرف انه هو قاصد. يا جماعه مما بدا التاريخ السوداني، العساكر ديل عبود غلط ونميري غلط وفلان يعني، بس بقد على عمر البشير وعلى الناس ديل، ولا شنو القصه؟ ولا الشغلانه مبنيه على شنو؟ مبنيه على انتقام يعني، انت ما في النهايه في انتقام. ثانيا اتكلم سبدرات عن نقطة مهمة جدا، عن المحكمة الدستورية. والمحكمة الدستورية تتذكر في ناس طلعت تكوارق بينها بالطالب بالمحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية دي ما ممكن يعملوها، لأنه المحكمة الدستورية الفاتت اللي هي كانت مدة انتهت السبع سنين بتاعتها انتهت، لو ما مدة انتهت هي قالت أول طعن ضد الحكومة دي ذات، الحكومة الانتقامية والانتقالية دي، الكيزان قاموا شالوا طعن طوالي للمحكمة الدستورية رافضين الحكم ده. تخيل انه المحكمة الدستورية تعمل شنو؟ ما هو نظام انقلب والوضع اتغير، قبلة الطعن طوال، تخيل انها قبلة الطعن وعلى اساس انه دار تبت فيه، لو لحقت بتت فيه كانت حتحصل مشاكل كبيرة جدا. فغدر الله انه يعني مدة انتهت السبع سنين، هم لحقوها طوال شاتوها. بيقوا قصة انه يجيبوا من الغضاء ما في طريقة، لانه تخيل انه النظام بتاع الغضاء ده كله كيزان. ما انا الكلام اللي بقوله لك هو مكرر ليه؟ لانه بيحكي لك التفاصيل بتاعت المشاكل اليومية. مش كنت بقول لك انه القضاء في حكومة السودان اذا ما هم مشوا المعسكر بتاع الدفاع الشعبي وغسلوا لهم مخهم ده وجكوا وقالوا هي لله وامريكا روسيا غدنا عذابها، وبدوا ينجزوا للحكومة دي كل شيء تريده في المحاكم بتاعتها، ما بيبقى قاضي، ما بيستمر زيه زي الضباط بتاعين الجيل. ما نحن اول ما تقول زول من عقيد ده ما نافع، لانه ده خلاص ده كوز، ده وما كوز ما كان تدرج لما دخل عقيد وماشي لعميد وماشي للواء. نفس الهيئه دي، في هيئه ثانيه اسمها الغضاء، وفي هيئه اسمها المحامين، وفي هيئه اسمها الثروه الحيوانيه، وفي وزارات، دي كلها ماشيه بنفس النمط ده. اي زول في درجه عليا تاكد انه هو منتهي، هو من السيستم بتاع الكيزان ده بيشتغل ضدك. وعشان كده نحن طالبنا بالمعالجات. أأكد لك الكلام ده عشان تعرف إنه نحن ما قاعدين نتكلم ساي. الليلة عبد المنعم بيتكلم عن شنو؟ عبد المنعم سليمان ده ما ده واحد من الأبواق بتاعته. لو أنت سمعت عبد المنعم سليمان بيتكلم عن شنو؟ بيتكلم عن القضية بتاعت المرأة الكونغولية. القصة بتاعت المرأة الكونغولية جات تصور أفلام إباحية في السودان، وقامت جريدة الانتباه كتبتها بالبونط العريض. طلع عبد المنعم بيتكلم فيه ان ده الشغل ده بتاع كيزان، اللي هو النازل قاعدين يصوروا طوالي، وقدموا نفسهم في بعض المواقع، في موقع جبل لون انه يدعمهم في التصوير، داري يعرف الكواليتي بتاعتهم، داري يعرف النازل بيشتغلوا شنو، قاموا يطلعوا فيلم والفيلم ده موجود، وقاموا جاي يطلعوا الفيلم الثاني. البطله بتاعت الفيلم الحق تكون بطله بتاعت الفيلم، قاموا ابعدوها اخصوها، حصل الاخصاء زي ما زي الاخصاء اللي بيحصل في الحركات المسلحه والصراعات السياسيه دي. اول ما اخصوا البطله دي عملت شنو؟ طوالي عندها واحد في جهاز الامن، ضربت لبتاع جهاز الامن، طبعا جو قبضوهن وطلعوا الموضوع بتاع الكنغوليه وانه البلد ماشيه لافلام اباحيه وكده، يعني ترجع لنفس الموضوع بتاع انه اي مشكله بتحصل ويضحكوا فينا الناس يقولوا عندي دي المدنيه، هو في النهايه طلعت دي
دي الدولة الإسلامية، لأنه الزول إذا كان بتاع جهازهم يبقى هو راجع للنظام البايت، يبقى دي شنو؟ يبقى دي الإسلامية ذاتها مستمرة لغاية الليلة ولغاية بكرة ولغاية بعد بكرة. ده برنامج ما بقيف، ما ده بأكد لك إنه حل جهاز الأمن، لأنه إذا كان واحد عسكري هم جايبين اسمه وجايبين تفاصيله، بيقبض ناس قبضون وجابون وناس نزيهين. أولا يا أخي شوه سمعة الشباب ديل، وأنا أشك إنه الشباب ديل ذاتهم مرتبطين بشنو؟ بفضل الاعتصام، وبين الناس اللي كانوا بيقعدوا في فضل الاعتصام اولاد ممثلين. تخيل انه ده على حسب واحد من الناس كتب، يعني اسمه ما قدرت اتذكر اسمه، استحضر اسمه، لكن قريت جزء من كلامه وقريت جزء من كلام الناس دي كلها، اكتشفت انه هم دي ذاتهم ممكن يكونوا من الثوار اللي هم دول اولاد الثوره ذاتها، عندهم اقتراحات، دارين يعملوا فيلم، البطله بتاعت الفيلم دخلت معهم في صراعات، البطله قاموا غيروا البطله، يعني نحن ذاتنا السودان ذاته بقى عايش في فيلم هندي، والله العظيم بقينا عايشين فيلم هندي. تخيل انه طوال يقوم شو تغير، تقوم تضربهم بجهاز الامن، تجيب جهاز الامن. القصه دي ذاتها حقه تتكتب، القصه البهينه دي اللي حصلت دي ذاتها احسن من القصه اللي حيحكوها هم ذاتهم، وصراع داخل الجسم بواسطه واحد من ازيال النظام البايد، عشان يوريك انه مشكله الدوله دي اللي انا بقولها لك كل يوم بتبقى هي قصه مسلسل مستمر ما بتوقف، قدر مدعاين كده اذا ما تحل جهاز الامن البايد اللي هو بقول لك انه ما في ثوره قامت، ما اول حاجه دمرت جهاز الامن اول حاجه، لانه هو ده الاداه الوحيده اللي بتكون مقربه للنظام السابق، اصلا ما حتنفع، يعني دي معطله ذاتها، يعني انت دي حقه تتحاكم في اي نظام، اتحاكمت قبل كده في اي انظمه حقيقيه وحصل فيها انقلاب يتحاكم فيها جهاز الامن ده على جرائمه، وحس الجرائم بتاعت ناس بجيجا ده، وين بجيجا وين بكيكا وين الناس دي، هيكون لافة في نفس الصراع بتاع ده، ما حتتغير، ده ما وضع، قلت لك دي حاجات بنخدها لك، بنقول لك يا اخي دي واحدة من المسببات بتاعت انه الدولة دي ما تتطور لقدام، ما تمشي، اذا جاء حمدوك اذا جاء عمبلوك اذا جاء الشيطان ما بيقدر يغيرها، لانه ما عندك حاجة تغير بها. حس الناس الجهاز الامن اللي بيشتغل الشغل ده، انت ما عندك حل غير انك انت تقعد تتفرج، ويعني القصة دي لو ما انكشفت بالصورة دي في النهاية محسوبة على الدولة دي، محسوبة على الدولة بتاعتك المدنية اللي انت بتحلم بها. قرارات طبعا لحسم التفلتات في العاصمة القومية والولايات اللي ما دي شغالين طبعا طوالي، هم دارين يوقفوا عارفين، والكورونا بقت طبعا هي كانت موجودة، قاموا زادوها رفعوا الوتيرة بتاعتها، هي كانت موجودة لكن دارين يستغلوها في الفترة دي، لأنه يوم 6 أبريل قرب وما عارفين انه الناس بتاعين يوم 6 أبريل عندهم شنو في راسهم. طبعا دي المجهجهون ومخوفون، هيكونوا عايشين كده، نحن دارين نعيشوا في الهلع ده، لانه حكومتهم دي هي ماشيه للسقوط عاجلا او اجلا، ما عندهم حل، لانه ماشيه بنفس السيستم القديم يا جماعه. واحده من الاسباب اللي انا بتكلم عنها قلت تغيير العمله، لغايه حسي هم بحوصوا يطلعوا باليمين يطلعوا بالشمال ما قادرين يغيروا العمله بتاعتهم دي. انا بتكلم لك بمفهوم عشان اذكرك، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، انا اصلا ما مسيطر عليك، لكن بوريك انه الهنات والانات بتاعتها يا جماعه في شير، لانه شاعر بين البتاع ده بينزل الفيديو ده فيه اشكاليه، ما عارف الصوت، ما عارف انا لو في حاجه الوقت اكتبوا لي والناس تشير لي. اتكلمنا تذكروا عن تغيير العمله والسيطره على البنوك والمصارف، دي ما قادرين يسووها ولا حيقدروا يسووها، بحاولوا بقدر الامكان يتجاوزوها يا جماعه. تغيير العمله ده كان فرض سيطره الدوله اولا بالطريقه اللي احنا دائما بنتكلم عنها، انك انت بتجي تغير العمله بتغيرها بالطريقه بتاعت من اين لك هذا، بتحدد الكتله النقديه بتاعت الدوله اللي ما عارفينها لغايه حسي كم، بتحدد الفساد ذاته، وبتكشف الكيزان دي للمخازن بتاعتهم والمخابئ بتاعت القروش، ده كلام كان واضح، يعني ما دار الناس بتتغالط فيه يا اخي، واجبارهم وحتجبر الناس دي على اساس انه يطلعوا القروش بتاعتهم دي، لانك عندك فتره زمنيه انه يا اما تتغير ولا قروشك دي انتهت ما اتعملت قبل كده، وبتوقف التزوير بتاع الاريتريين وبتاع الاثيوبيين وبتاع الكيزان وبتاع حميتي وبتاع الناس ربرب ده كله كان بتوقفه. يعني قال لي في فرنسا الحظر من يوم السبت، اهي حقيقة الليلة طبعا انتوا شاهدتوا طبعا السيسي برضو والصراعات دي، الناس شافت السيسي، اللهم صل على سيدنا محمد، واضح جدا بالصوت، الحمد لله انه واضح. طبعا السيسي ده يا جماعه انا لغايه حسي بغامر، انا مغامر لغايه حسي، انا بفتكر انه شفت الحرب الخاتينه دي
دي حرب كلها ملعوبه. بالمناسبه الرجل اللي اسمه السيسي ده، ما السيسي عبد الفتاح السيسي بتاع مصر ده، ده رجل خطير جدا جدا للناس الفاهمه يعني. الزول ده ما بسيط يا جماعه، الزول ده استخبارات، زول جايبينه بفهم يعني، وهو ذاته جاب فهم، جاي ممكن يكون جابوا الامريكان ديل ذاته، لكن جاب فهم. السيسي ده قبل لو لاحظت كان لابس نظارات يعني، وقت جه طلع عليه قرار زي ده، وقت قال ما حدش، هو قال شنو ما حدش شنو؟ دقيقة أنا كنت هنا، قال ما حدش يقدر ياخذ نقطة من شنو؟ ياخذ نقطة من مياه مصر، واللي عايز يجرب يتفضل، واللي عايز يجرب يتفضل. طبعا لابس النظارة دي عشان أنت ما تقرا لغة عيونه، لأنه في ناس مختصين. قلت لكم امبارح أنا حكيت لك قصة عن الـ عن الـ عن بتاع الكوريا ده، وقت جاء قابل ترامب قلت لك جاب معاه الحمام عشان انت ما تشيل البغايا بتاعته. البغايا بتاعته دي ما تشيلها. الناس دي شغالين بفهم كبير جدا جدا. السيسي ده زول خطر، ما زول بسيط، ما تفتكر انه هو زول ساذج والكلام اللي بيقوله وبيلتقوا، ده كلام موزون وعارف انه بيسوي في شنو. زول هو السيسي ده من الناس اثبتوا البرهان بفضل الاعتصام ده، فضل الاعتصام ده ما كان انقلاب، لكن هو ذاته لحس مواصلين في الخطط يعني. الناس اللي قاعدين بيخططوا، السيسي ده لبس النظارة ده عشان ما تقرا عيونه أصله، عيونه هل هو صادق ولا كذاب ما تقرأ، لأنه عارف إنه المواطنين ده وقت عينه له بيعرفوا إنه هو كذاب ولا صادق. أنا في اعتقادي الحاجة اللي بتحصل في سد النهضة دي أكبر فقاعة بغش بها الناس المغيبين والناس البسطاء ديل. دي مؤامرة يا جماعة، محاكة ومعدة ومجهزة، ممكن يموتوا فيها 20 30 40، لكن ما بتحصل حرب. كذاب يحصل فيها حرب؟ أنا بديك ليه ما بيحصل حرب، لأنه اللحظة اللي هو بيضرب فيها سد النهضة هم بيضربوا فيها السد العالي برضو. الأثيوبيين عندهم طيران، وطيران ما سهل يعني، طيران ما سهل. إذا هو حاول السيسي يضربهم هم حيضربوا، وهم وانا دار اقول لك حقيقه، وهم الاثيوبيين اصلا ما خسرانين للاسف الشديد يعني. لو انضرب السد بتاع النهضه ده ذاته، انضرب السد ده اللي بتتضرر السودان، واذا انضرب السد العالي بتتضرر مصر، لانه ما بيرجع ليه ورا. عشان كده القضيه دي كلها مصطنعه مخلوقه عديل كده، صانعينها لك عشان يغيبوك. ليه يغيبوني انا بليد يعني؟ معقول زول يهيجوا كده ويودوا جيش عشان شنو؟ عشان شنو يا غالي؟ انت بتتوهم كده؟ اقنعنا بس بالكلام ده، قول لنا ليه نازل مودين جيوش وخالقين المشاكل دي؟ جماعه وريناكم انه نازل فترتهم كلها انتهت. اولا ابو احمد بيعيش في صراعات كثيره جدا، وحسي عنده مشاكل بتاع اتهامات بتاع ابادات جماعيه. واحد ده ابو احمد ذاته عنده مشاكل، والفترة بتاعت الانتخابات بتاعته انتهت. فينيش خلاص، هو جيم اوفر بالنسبة له. حقه يا اما تتغير يا تجي انتخابات. محتاج اي حركة، محتاج انه استعطاف من الشعب بتاعه، محتاج تأييد، محتاج تفويض. بتتذكر التفويض ده؟ التفويض ده هم محتاجه. السيسي محتاج نفس التفويض، محتاج نفس التفويض. ما السيسي بس، برهان محتاج تفويض ولا ما محتاج؟ الشعب ده ما مضايقه لغايه حسي نحن كل يوم بنضايقينه في فضل الاعتصام وكتل الثوار اللي قتلهم هو المعتوه، بخيت ولا ما مضايقينه؟ هو محتاج يبقى دكتاتور. طيب كويس، ممكن يكون كلامك غلط. طيب كويس، سد النهضه ده العمل منه؟ هل بتفتكر انه المجهود اللي عملوه الاثيوبيين جمعوا لهم حبه قروش دي عملت السد؟ تبقى انت زول مغيب وما فاهم حاجه. السد مكلف له 8 9 مليار ولا اكثر من كده، تيجي تقول لي جمعها اثيوبيين؟ هم الاثيوبيين لو قادرين يجمعوا كان بيختربوا في السودان؟ هتقول لي ناس المغتربين برا برضه ما بكفوا. السد بتاع النهضه ده يا جماعه اسرائيل هي الدعماو، اسرائيل دعماو، والامارات دعماو، الامارات ذاتها دعمه. والدليل على كده المفاوضات الحسي قعدوا فيها على اساس انه يعني يتنازلوا عن حلايب ولا الفشقه دي تتقاسموها، يعني يقعدوا مع بعض كده بالجوديه يحلوا الموضوع بتاع الفشقه ده ويتقاسموها. مع العلم، شوف مع العلم انه لو دار تفكر في المشروع ده بتستغرب يعني. السفير بتاعنا الاثيوبي ده الموجود اللي اسمه سفيرنا الاثيوبي اللي قاعد في السودان، الليله في جريده الحراك قال شنو؟
الحكومة السودانية غادرة، اسمع الكلام ده، الحكومة السودانية غادرة على حسم المجموعات المتفلتة من الأثيوبيين. يا زول انت جنيت ولا ده كلام شنو؟ يعني انت الناس اللي قاعدين ده متفلتين، هاي متفلتين الليلة. هو بيعترف السفير الأثيوبي بيقول يا جماعة الحكومة دي قادرة، حكومتكم دي قادرة، الحكومة السودانية قادرة انها تحسم الموضوع ده. يا موضوع الموضوع بتاع حلايب والفشقة والناس الفشقة والناس المتفلتين ده، حلايب دي بقينا نحلم بها حلم والله، لانه عارفين انها منزوعه كله بقت ما قادره تطلع من لساننا. المهم القضايا بتاعت الفشقه دي دارين يتقاسموها، قاموا حسوا يستدعوا مريم الصادقه المهدي وقعدوا معاه، لانها طبعا هي اكثر زوله جاهزه دي بتتبرع باي شيء ما عندها مشكله. الغريبه انه في طبعا في مقال كده طلع بانها هي ما تكلمت، يعني رفضت الكلام بتاع انه يتساوموا في الفشقه دي الكبرى والصغرى والكلام زي ده. على العموم على العموم القضية كلها قضية هي في النهاية بتقعد البرهان وبتقعد السيسي وبتقعد منه أبو أحمد، ده الأصل بتاع القضية، وبتخلق لهم استعطاف من شعبهم، والإمارات بتضمن إنه طالما أبو أحمد قاعد هي ما عندها مشكلة، لأنه أبو أحمد يعني الإمارات ما في النهاية هي زي الطفل المدلل لإسرائيل. يا جماعة المنظومة بتاعت الإمارات والسعودية دي أنا بفتكر إنه الإسرائيليين ده اخترعوها زمان، اخترعوها في اطار الاسره ذاتها وذوي الانساب. شفت الكلام اللي كان بيعمله صلاح قوش، التصوير بتاع المناضلين والحاجات السيئه دي، انك يجيبوا لك اهلك ويجيبوا لك كده يصورون والحاجات دي كلها، ده الاسرائيليين ده اللي بيعملوها، ده السياده ذاتها. يعني بالنسبه لانس محمد بن زايد واسرته واهله، ده ممكن يكونوا كلهم تحت المجهر، وممكن يضغطوا باي شريط بانه يطلعوا له شريط بس، لانه عارفين يعني الناس زي الاخطر ناس. شوف المخابرات الموساد المخابرات المصريه والمخابرات الموساد، المخابرات المصريه والموساد الاسرائيلي، دي اخطر مخابرات، ودي المخابرات الوحيده اللي بتشتغل في اسوء الحاجات، يعني دائما بتشتغل في حاجات سيئه جدا. ولو بتتذكروا طلعوا افلام في الكلام ده، يعني في افلام نزلت بتاعت ممثلين كان بتستعين بهم المخابرات المصريه في انها تضرب بهم منه السياسيين في العالم كله، اي سياسيين ويصورون. وطبعا في تصوير انت لو متذكرينه، يعني قالوا كان لواحد من الناس احنا ما قادرين نذكر اسمه، فهم ديل النازل يعني بيمارسوا المخابرات الغزره، كان الاسرائيليين ولا المصريين. فانا متاكد انه الناس ديل بيكون داقين لك محمد بن زايد ده، وداقين لك محمد بن نهيان، وداقين لك محمد بن سليمان، عشان كده الناس ديل ما قادرين يطلعوا منهم. وتاني في النهايه هم كلهم الوصله بتاعتهم الكبيره امريكا. يا جماعه بيحصل ده كله برعايه امريكا، كله برعايه امريكا. يعني انت في النهايه مدي الوكلاء بتاعنا ده انه ينفذوا السياسه بتاعتهم، والوكلاء ده عندهم هو زي حمايتي. شوف خاتين الناس المغيبين، يعني تجي في الفريق طه هذاك زول المعتوه ذاك، بعده تلقى حمايتي، تلقى عبد الغفار الشريف. لو عينت اللي شكلهم من شكلهم كده بتكتشف انه زي الناس الموجودين، اذا كان عبد الغفار الشريف ولا حمايتي ولا الفريق طه، كل ذول بيوريك ملامح بتاعت مرض مختلف من الاخر. تعاين للفريق طه ده، لو اي ذول بيعرف وتابع اخبار الفريق طه ده بيعرف انه الفريق طه ده ذول ما طبيعي. طبعا ذول يعني زي ما تقول شنو، ما عنده حياء اصلا، ما بيحترم نفسه، ما عنده حياء، وبيكسر اي جمود، يعني من النوع اللي بيكاشفك طوالي، وده من النوع اللي بيغنع. بالنسبه للمواطن السوداني طبعا، احنا اذا انت دار اذا طالب زول قروش ودار تشيل منه قروشك دي، انت محتاج تتودد ليه بالراحه كده عشان تشيلها كويس. في حاجات دائما بتربطك بالحياه، هو ده ما عنده حياه. حتى البيت بتاع عمر البشير ده من الحاجات اللي كان بيشتغلها انه كان داخل البيت ده كان شغله مع النسوان، كله شغله مع النسوان، وبيخجل بيدخل في اي حاجه، وبيصور باي طريقه، وبيعمل اي حاجه. انتوا شفتوا الفيديوهات بتاعته والمشاكل بتاعته اللي حصلت. حميتي بيختلف انه 180 درجه، ده كمان مفهوم بتاع زول بدوي كويس، هو داير يكسب بقدر الامكان، ما بهمه انه يصل للحاجه دي كيف. ممكن يقتل الشعب السوداني كله في سبيل انه يطلع للكرسي ده. عبد الغفار الشريف ده ذول كان مرضان بالتعذيب ذاته، بيتكيف بيستلذ بانه يكون زول مهم كده ويعذب ويقتل ويسحل. شوف الفترة بتاعت وجود عبد الغفار الشريف في الدعم السريع بعد ما اطلق سراحه منه البرهان بواسطة اخوه حسن البرهان، طبعا ده اللي فكوه من السجن وطلعوه ومشى التحق بالدعم السريع،
يا دوبك بدا يسهر في الدعم السريع الخطف الغصري. دي كلها ما جات احداث متواليه ورا بعض لو انت متابعها. الخطف يعني الدعم السريع كان ما بيعرف يختف، يقتلك ولا يضربك بالعربيه ولا ينزل يديك 20 صوت ويفوتوا. لا، وقت جات بقى فيها شغلانه مغننه. ليه؟ لانه اصلا شال الشغل ده من جهاز الامن، جه نفذه للدعم السريع. عشان كده انا بقول لك انه المشكله دي ذاتها حتكون في نفس المحور ده، ما حنطلع منها. حتكون في النهايه حيغيبوا لك المواطن ده، وحيحس بانه الوطن لو انت اللي ما اتحركت انت زول خاين، لانه نحن داخلين في حروب وبحاولوا يجعلوا في الحروب دي بقدر الامكان. الاثيوبيين هم مستفيدين من نفس النقطه دي، يعني بيتيحت شغالين معاك هو زي السفير بتاعه ده، بيقول لك يا اخي ده المتفلتين من الـ من الـ من الامهره. ونحن طبعا دائما مشكلتنا الامهره والمهريه، شوف الشغلانه ذاتها مع بعض كده جايه كويس. ديل خالق لك مشاكل، قالوا المشكله من الامهره، لانه الامهره ساكنين في المناطق دي من بدري جدا وبيفتكروا انه دي اراضيهم، عشان كده هم شايلين سلاحهم وبيحموا في المناطق دي وداخلين في صراع مع الجيش بتاعكم ده. لكن جيشكم للاسف الشديد، طبعا الاثيوبيين ما رسلوا لك رساله، لكن جيشكم للاسف الشديد حتى المتفلتين ما قادر عليهم. انتوا جيشكم ده ما له خسي ولا شنو؟ ما هو ده كده حسي ما كده احرجوك. يعني نحن ما سالناك من الارض دي، الكلام ده حسي نزل قبل شويه، قلت لك السفير الاثيوبي بيقول الحكومه قادره انها تحسم المتفلتين ديل. يعني ده دليل على ان هي ما قادره. ده المتفلتين يا جماعه، ده ما الجيش الاثيوبي اللي انتم بتقولوا، والجيش الاثيوبي ما عنده صله بالكلام ده، ديل ناس متفلتين. لكن للاسف الشديد ما جيشكم تعبان، يعني جيشكم متفلتين ما قادر عليهم، هو جيشكم ذاته متفلت. ودي حاجه من الحاجات حق نقف فيها. يعني طبعا مجلس الامن قال والدفاع يامر الحركات المسلحه بايقاف التجنيد. قريتوا الكلام ده مجلس الامن اللي هو المشاكل بتاعت رئيس الجبهه والقوات المسلحه. قال طبعا رئيس الجبهه قال القوات المسلحه تعرضت لظلم، وقال نحن بنوجه بالغبض على منه، على الناس اللي بيبيعوا الرتب. بالله الرتب قاعدين يبيعوها، الرتب العسكريه قالوا يعني في الشمالية طبعا قبضوا مجموعة كده بتبيع الرتب، نغيب بكده، رايد بكده، دي ما حصلتوا انتوا ما محظوظين للناس اللي قاعدين في السودان. فتخيل انه يقوم مجلس الامن بتاع السودان والدفاع يأمر الحركات المسلحة بإيقاف التجنيد. التجنيد شنو؟ يعني بوروك انه يا اخي انتوا بتجندوا حسي في شنو؟ ما انت وقت تيجي يقول لك يا اخي انت يا اخي ما توقف السرقة دي يا اخي، ولا وقف الكذب بتاعك ده، انت زول كذاب ومنافق. حسي ده ما كلام، ما دق عديل كده، لكن اللي بيفهموا منه، ما قلت لك العناوين دي انت لو قعدت فيها بتستغرب. يعني ما هو مجلس الامن العساكر ده اللي يقوم يقولوا لناس الحركات المسلحه وقفوا التجنيد، معقول هم يكون بيجندوا لغايه حسي؟ يبقى في النهايه ما كان عندهم اصلا جيش. يعني ما هو دي الدق عديل كده، انت قال الدق وين؟ طيب انتم من زمان كان جيش وين؟ يعني يا دوب بتجندوا، او نحن عارفينكم يا اخي الحركه اللي بتسوي فيها دي ما صح يا انتوا بتجندوا في شنو؟ انتوا ما عندكم ناس؟ ده العنوان ده بقول لك كده. وقت يجي يقول لك يا اخي مجلس الامن قال لكم يا اخي وقفوا التجنيد ده كيف يعني؟ هم بيجندوا حسي؟ هاي بيجندوا حسي؟ لا حول. وطيب وين الناس اللي بيتكلموا عنهم؟ وين الجيوش الجراره؟ وين اذا كان بيجند لغايه حسي ده يبقى ما عنده ناس، يعني مفتش يلقط يا دوبك احتمال يكمل له كتيبه ولا سريه ولا يجيب اهله. يعني النزومكم يا جماعه عندهم تجنيد، هاي عندهم تجنيد بيبيعوا في الرتب، والكلام ده قلناه ناس الروسيرس والدمازين والمناطق دي، ناس عقار ديل كانوا شغالين نفس الشغل. ما في زول بيمشي معانا يا جماعه، ما في زول بيقبل يمشي مع الدعم السريع الا يكون هو زول يا مضطر عديل كده، ولا زول مرتزق. يعني لانه انا ما ممكن اقوم امشي التحي، يعني اضيع حياتي كلها بورد الدعم السريع عشان في النهايه اسمه شو ده اجي اشتغل تحت حمايتي ولا مع ناس حمايتي. يعني انا حسي لو قاموا ودوني انا كده خد نفسك في محل اي واحد من النازل، حسي انا امشي عشان اشتغل عسكري في الدعم السريع، وانا قريت جامعه حجبان نجا بتاعت الكيزان ديك، ولا قريت جامعه الدليبه، اي جامعه اقوم امشي التحق بالدعم السريع، وانا اكون قاعد يا اما عريف ولا رغيب ولا اقول ادوني ضابط، انا اكون ملازم. والزول الغايد بتاع الهلمة دي كلها اللي هو ممكن يكون فريق ولا فريق اول ما قرا اي شيء، ده انا كيف يعني؟ انا بدل الكلام ده، بدل انا اصلا لو ده ابقى كده
امشي اشيل لي بندقيه، امشي طوال اشتري لي بندقيه، امشي الم لي 5 تنفار، اجي مفاوضات كل النادي. ما هو ما قلت لك بتشرعنوا في القضايا دي، دي قضيه ما بتنتهي بعد دخل اصلا، الحركات دي تاني حتستمر طوالي، ما حتجيف. مش حسي لو ضموا عبد الواحد وضموا فلان وضموا فلان برضه بكون في حركات تانية لسه. ده شغل بعد ده شغل مشرعا من الدوله. النازل ما احسن من انه قالوا كباشي، طبعا طرد منهم جزء برضه، في وحدين كده طردهم كباشي لانه تكرروا عليه يعني ما شغلانه. في ناس بالنسبه لهم يعني مستمره. قبل ما اطلع اللايف ده شايف التعايش، طبعا ادوه جائزه نوبل ولا حاجه زي دي، سمع اتحاد التلفزه الافريقي فرحان فرح شديد وجايبين له مصور. طبعا لو السنه اللي فاتت اتحاد التلفزه ده ما يشتغل لابنه، يشتغل لحميتي، كان برعايه حميتي السنه اللي فاتت. اها الشغلانه اظنها ما لتقت مع حميتي، وهو في النهايه دار طبعا يتبرع لناس التعايش ديل. اول ما جو لانه السنه اللي فاتت ما نجح، قام للزون للتعايش اتحاد التلفزه الافريقيه 24 يا زول قنوات شنو؟ ديل كذابين ساوي محتالين كلهم، دي الشغلانه كلها محتالين وبدل وبتاع وخسائر على الدوله. بتدفع اللي بيدفع قروشه المواطن البسيط ده. ما تسمع الكلام ده اتحاد التلفزه ونحن تابعين للاتحاد الافريقي. السنه اللي فاتت خش في جوجل واكتب حتلقى الناس اللي ادوا الجائزه دي السنه اللي فاتت كانت برعايه حميتي، يعني الجائزه دي برعايه حميتي. شوف حميتي ده بيلعب بالناس دي كوره وحجر، كيف بيلعب بهم؟ الحجر وبيضه، بس الحجر والبيضه يلفهم بهنا ويجيبهم بهنا. طيب الياس يا جماعه اللايف ده انا شايفه زي الواقف كده. قرارات والله ما اعرف يا جماعه، واحد يكتب لي واحد زي الكتب ولا دي كتابه قديمه. امريكا ترفض التفاوض مع الارهابي، بالضبط كده. هي دي ما سنه. ما هو امريكا لو كانت قبلت بانها تتفاوض مع اي ارهابي، امريكا دي ما بتقف، بتولع تاني ما بتنتهي، لانه هم اقتنعوا بانه روسيا برضو عندها نفس النمط ده، انه ارهابي ده ما بتتفاوض معه. وانا بقول لك انه الحركات المسلحه دي ما ارهابيه، لكن في النهايه الحركات المسلحه دي الطريقه اللي جات بها ارهابيه، حسي الطريقه اللي دخلت بها العاصمه ارهابيه، الطريقه اللي تفاوضت بها ارهابيه. التفاوض ده ارهابي، ده ما تفاوض عديل، ده تفاوض ارهابيين مع بعض. وكله والتعاشي والناس اللي بيتكلموا انه وطني خالص كذاب، يعني الاماراتيين ديل كانوا دخلوا شنو بالسودان بتاعك؟ قاعدين في المفاوضات، الغطريين قاعدين، والخوايات ديل ناس ديفيد ديل تابعين لوين؟ تابعين للميقومه؟ طيب للحاج يوسف تنو وطني خالص قال المفاوض الحسي بيتكلم عنه ودارين يسوقوا الشعب السوداني لا باي طريقه. طبعا دي حتسقط اصلا، حتتغير. يعني انت ما تخد في بالك اصلا اذا جاء صلح ولا حصل صلح، وانا بفتكر انه ما بيحصل صلح باخوي واخوك، الناس اللي حيختلفوا مع الحلو ما بيقدر يستمروا معه. لانه انت النقطه الجايه دي يا اما الناس كلها احتفظت بجيوشها ويبقى في النهايه ما في فائده لشنو؟ للسلام اللي بيعملوا ده. اذا هي اصلا الزول بيحتفظ بجيوشه يبقى السلام ما مبني على سلام، يبقى في حاجات جوا النفوس يعني انت حقك تفهمها. اذا السلام ده اصلا مبني على نيه بيضة، الناس بتسلم جيوشها دي وبتقتنع، لانه بيكون مبني على مواثيق ومبني على خواجات قاعدين يا هم وسعوا لك، ما اقول لكم مقتنعين بالخواجات، ما الشغلانه كلها عملاء. فاول ما انت تحتفظ بجيشك يبقى في النهايه انت ما مقتنع بانك انت الزول ده حيفي ولا ما حيفي، كل زول خايف من الزول الثاني. فقصة السلام الجايدة الحس حيقول الإطار الأول اللي انتهينا منه ده ما إطار اللي هو إعلان المبادئ بتاعت السلام الجايدة حيكون مبني على شنو؟ ما في أي شيء، ما عملوا أي شيء غير إنه مبني على شنو؟ دولة مدنية ديمقراطية فدرالية. ده اللي حيتبني عليه المفاوضات دي، حيخدوها لو جبت أي قانون من برا ولا جبت أي شيء بيقول لك تتأكد هل هو جاي في نفس المصب بتاعنا ده، انه اللي هو اذا كانت مدنيه معروفه الدوله المدنيه مفاهيمها شنو؟ ديمقراطيه ده ميزان قلت لكم بتاع 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 اغلبيه واغليه والكلام ده ديمقراطيه، لكن في النهايه فيه تساوي. والثاني شنو؟ والفدراليه، او الفدراليه دي ما بتتم قلت لك اذا ما اتعمل الجيش الوطني الموحد. اذا ما اتعمل جيش وطني موحد ومشيت للفدراليه يبقى في النهايه انت قول على الوطن السلام. طوالي انت اول ما
لو اتخطيت المرحلة دي قبل ما انك انت تخلق جيش واحد وطني موحد ومشيت للمرحلة بتاعت الفيدرالية دي، انت دار تنتهي من البلد دي عديل كده، دار تقسمها، لانه في النهاية كل زول بجيشه، وفي النهاية قسمت عليهم ولايات. انا تاني بنتظرك ما بستلم ولايتي طوالي، داير بك شنو انت تطير اقع البحر وتبقى فيها في النهاية حروب داخلية. الفيدرالية دي اصلا كلمة فيدرالية دي لازم يكون عندهم جيش وطني موحد مربوط بالدستور، عقيدته اسم الدستور دي دستور البلد وبنفذ في دستور البلد. اذا ما عندك الجيش ده اصلا ما تمشي لمرحلة الفيدرالية دي، لانه مشيت عليها قسمت البلد. طيب طاهر حجر، زيادة المناقل بكامل العتاد والسلاح يا جماعة، الناس ما هم عايشين كده انت قال ناس الحركات المسلحة ما عندهم جرائم، وحسي حسي ديل عندهم بقت جرائم، انت قال شنو الشغلانة دي؟ ما انت لو دار تعرف الكلام ده انت تتذكر الثورة دي عشان تعرف انه الناس ديل تغيروا كيف. اتذكر الايام الاولى وحمدوك كان بيتحرك وبقابل الناس، مشى قابل الناس في امريكا، قابل ناس علي هباني وقابل ناس منو كلهم، وجا مشى قابل ناس السعودية وقعد. وين الكلام ده؟ يعني ذاك زيل يعني اداكم الحلاوه، زيل جا قال لكم دي الكرامه بتاعت بقيت رئيس مجلس سياده او رئيس مجلس وزراء ثاني، وين الكلام ده؟ ليه هو ذاته حمدوك بقى محاصر، بقى بعيد من الناس، ما الناس زيل انحرفوا يا اخي، هم عارفين انه انحرفوا. في ناس بتفتكر انه الوضع ممكن يتعالج بالمنظمات العالميه وكده، المنظمات العالميه وحتقدم للبلد، وحمدوك ده حيحرك المنظمات العالميه، حياكل الدعم السريع وحياكل الجيش السوداني، اي قروش حتجي وحتاكلها شركات الجيش السوداني وحتاكلها شركات الدعم السريع، والبلد دي حتلف في نفس الدائره دي، لانه انت قدر ما تعالجها ولا تمشي تصلحها معروف الخلل وين. الخلل ده في العساكر ديل ما بيتعالجوا. اي تناغم واي تعديل، اذا كان اغاله فلان الفلاني وتعديل فلان الفلاني والتغييرات الطفيفه دي، ولا حتقدم فتيله صنق، ما بتوديك. قصه انه شالوا المدير ده وخدته ده ما في، بلد دي سياسات داخليه من تحت، اذا ما تعدلت من تحت ما بنمشي لقدام. اذا ما اتعالج الجيش ده وتهيكل وتحل الجهاز الامن الحسي بيطلع يطبل له. عبد المنعم في النهايه اكتشف الكلام ده، يتخيل انه من زمان بيطبل، الليله بدا يتكلم نحن عندنا مشكله في الامن. طيب نحن ما بنقول لك لنا سنتين يا غبي بتطبل لناس حمدوك وتطبل للغاحات دي، بقول لك يا اخي الدعم الحل جهاز الامن ده اذا ما تحل البلد دي ما بتمشي لقدام. اي زول بيجي يقول لك التجربه الروانديه والتجربه الماليزيه دي، كلها التجارب دي اتبنت على شنو؟ اتبنت على اعتراف. اول حاجه تعرف معنى زول يعترف؟ يجي قدامك كده يعترف يقول انا والله اخطأت، ويغر بالاعتراف ده. يعني حسي زي حميتي ده بيجي يعترف، زي برهان ده بيجي يعترف، الوحيد انا غايت بشوفه انه اعترف كباش يعني. اي ما قال تاني، ما حاول يعني ما يتحدث عنها اصلا، لكن في النهايه هو اعترف. ممكن يكون اعترف على حسب السياره الشريبه، على حسب الخلعه اللي اتخلعها. الله سبحانه وتعالى قصد انه يوري الناس، ينطقوا قدام الناس والناس تسكت تعاين له، لكن في النهايه اعترف. بتبدا اول حاجه بالاعتراف، حتى نبدا المرحله الثانيه بعد الاعتراف، المعالجه بتاعت المشاكل ذاتها. يعني انت طالما اعترفت بعد ده يا اما يعاقبوك ولا الناس تتنازل عن عن البلاغ ده، لكن ما ممكن تكون قاعد تاني يعني. ده ما تبقى زي المحامي اللي هو الزول اللي قبضوه ببنجو وخاتنه قدام القاضي، هون ده مقتوت البنجو، والمحامي بتاعه من كلبي جدا جدا، عارف انه البنجو القابضين به الموكل بتاعه ده ما حيازه. الشيطان هنا والشيطان مع الأزلة، الشيطان مع القاضي، طلع الموكل بتاعه براءة، يعني طلعوا انه هو ما كان في اللحظه ديك يعني حايز على البنجو ده. القاضي قال له امشي براءه، والمحامي طالع كده والموكل ذاته سيد البنجو ذاته هو ماشي كده. طبعا البنجو بتاعه مخطوط فوق في الترابيزه بتاعت القاضي، طبعا ما بيقولوا عينه ولا بيقولوا شنو. فقام عاين للقاضي كده قال له اشيله معي، يعني ده اشيله معي ولا نايمه؟ خلاص برأتني اشيله ولا ما اشيله؟ يعني نفس البمور ربيو ده يا اخي الموضوع ده واضح، الحياة الدايرينها دي واضحة.
يعني انت معقول بعد الجرائم بتاعتك دي كلها برضه ده تشيل البنجو؟ انت هو يا دوبك قاعدين 4 ساعات ولا 5 ساعات عشان يطلعوك منه انك انت ما كنت جنبه ذاتك ولا سيده ولا بتعرفه. حسي هم سايقين لنا بنفس الفهم ده يعني بعد جرائمه دي كلها دايرين يقعدوا. يعني انت اذا خلاص قبلت الاعتراف بتاعه ونسيته برضه دار تقعد رئيس مجلس السياده، انت برضه دار تقعد نائب رئيس مجلس السياده بعد جرائمك دي، انتوا دارين تقعدوا في مجلس السياده ناس ابراهيم جابر وياسر العطا وذاك ابراهيم جابر قتله تقتله وتسحله وتغتصبه وتقعد في مجلس السياده والدوله تمشي لقدام. اذا مشت لقدام تبقى في مشكله حقيقيه والله يا جماعه، اقسم بالله العظيم لو مشت يبقى في حاجه في العداله ما صحيحه. ما هو ما ممكن يكون كميه بتاع الدماء زي دي قتله، يعني قتله عديل قاعدين في 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 راس السلطه دي. القتله ديل انت دايما يعني يسوقوك بالعربيه بتاعتهم عشان يعبروا بيك يمشوا بيك برا الامانه. القتله ديل هل دي ممكن تجي كده؟ يعني هل بتفتكر انه الله سبحانه وتعالى حيقوم يوفق البرهان ولا يوفق حميتي؟ ليه هم الكتلون ديل شنو ضبان؟ كتل ناموس؟ يا اخي خاف والله يا زول، البلد دي ما بتمشي والله، والله دماء زي دي ما تمشي يا الا يكون في خلل في العداله. والناس اللي بتفتكر انه المصالحه والحاجات دي الناس تمررها ده لانه ما ضاقوا الويلات بتاعت الضنا، ما ضاقوا الوجع ولا الالم وما بكوا وما انتظروا وما ربوا وما علموا وما انتظروا لما الولد يتخرج وما حلموا بانه هو حيكون شنو، حيتزوج واطفاله يكون شكله شنو. ديل الوحيدين اللي بيتكلموا يقول لك يا اخي كذا اصبر وكذا وبتاع، لانه ما عايشين المعاناه. شوف الغدر ذاته اشاء انه فضل الاعتصام ده يعني وضح لك الناس اللي ماتوا ديل هم صوار بس، يعني كان احزاب ولا جيش ولا كده كشف لك الدنيا دي كلها وراك انه اسوأ فصيل انت ممكن تثق فيه في الساحه السياسيه هي الاحزاب دي. واحد لانه واحد فيهم ما مات، شفت شنو؟ اثنين اسوأ حاجه في الدوله دي الميليشيات، ثلاثه الاسوأ من ده انه يكون قدام القياده بتاعتك وقدام جيشك، يبقى في عندك خلل في جيشك. والاسوأ من الكلام ده كله انه بعد الكلام ده كله حصل لسه على الادارات الاهليه اللي هم شيوخ البلد، يعني اللي هم عمامنا وخيلانا اللي هم المرجعيه لكل المناطق، ماشيين مع غاتل مع حميتي وهم دارين يعني يغيبوا الشارع العام بانه زول كويس. ما دي بتوريك يعني عظمه الهول بتاع الوطن والناس الساكين الانا وحب الذات وناسين قصه الوطن والحساب والعقاب وناسين لك حاجه اسمها الله. الله ده ما بيتذكروا الا يكون ضد حمدوك. تتذكروا انتوا لو بتتذكروا مع الكلام اللي امبارح قلته على صلاح سنداله، يعني بس موضوعهم كله مربوط كده بانه هم بيستفيدوا منها في وقتها عباءة الدين دي زي الناس الطوائف دي. يا جماعه الثوره دي كشفت للشارع العام والسودان بانه الخلل وين، خلل واضح. يعني اي طفل بقى يعرفه في الثوره دي، نحن عارفين جيشك ده فيه مشكله كبيره جدا والقوات النظاميه دي كلها سيئه، كلها للاسف الشديد قضاء منتهي، وزراء منتهين. حمدوك لو فيه فايده الكشف الاول قالوا رجعوا وجا الكشف الثاني. هل بتفتكر انه حمدوك ده لو فيه خير واحد بيقبل بالصادق المهدي مريم الصادق المهدي دي؟ لو فيه خير واحد خلينا ومدني ده ما فات، لو فيه خير حمدوك بيقبل ابراهيم الشيخ؟ دي ما مساوم عديل، يعني هسه هو قاعد في وزاره الصناعه بيته صفه، دي ما سرقه للثوره وسرقه لدماء الشهداء ديل. يا جماعه هل بتفتكر انه الناس الاتناسة الجرائم دي حتمشي بالدولة دي؟ حد بتفتكر انه ابراهيم الشيخ ولا مريم الصادق المهدي اللي كانوا مطبلين ومغردين عكس الثورة بتاعتك دي، هل بتفتكر انه بيشعروا بانه الناس اللي ماتوا ده يستحقوا انه الواحد ينجح لهم يخلق انجاز يحرك الدولة يحلحل المشاكل؟ ما عندهم الشعور الزي ده، لانه هم ما كانوا موجودين في ثورة ذاتها ولا كانوا حاسين بها، هم كانوا بيفتكروها بوخة مرقة، كانوا بيفتكروها اي شيء حاجة تانية يعني، لكن أصلا ما بيفتكروها كده. الحكومة دي مشت حكومة بتاعت الإنقاذ، جت حكومة بتاعت إنقاذ تانية بشكل تاني، بس بشكل مختلف، بشكل أنت جابوا لك عشان أنت تقتنع به،
خدتوها لك كده عشان انت تقتنع بيها. انت براك تطالب ببرهان، انت براك تطالب بحمدوك، والله العظيم اقسم بالله خدتوها لك عديل، يعني شغل بتاع مخابرات عشان اوريك انت الاستهداف ضد الثوره دي استهداف طبعا حيكون كبير ومتآمر كبير، لانه البلد دي ما صغيره، الذهب اللي فيها ما شويه ولا الخيرات اللي فيها ولا الانهار اللي فيها ولا كده. هم دارين الناس اللي بيمسكوا زمام الامر ده لازم يكونوا تحت الامارات والسعوديه ومصر وتحت اسرائيل، وفوق اسرائيل امريكا، دي كده كلها لوبي يعني مجتمع مع بعض. كون انه المواطن ده يبقى سعيد ويرتاح دي اخر حاجه، ما بدوك لا ما بدوك الفرصه زي دي، لانك الوقت اللي انت بتبقى فيه مرتاح بتبقى بتطلع تتكلم. حسي هم احسن يشدوك كده في العيش ويشدوك في الوغود ويضغطوك، والحياه ذاتها بقت الواحد وقتم لي برميل من ليبيا 50 مليون بتاع وغود اللي هو وزير الزراعه اللي انا بتكلم، برميل الوغود ده ب 50 مليون. اذا كبيت ده ما انت مضطر، لانك عندك زراعه بتشتري سوق اسود، يقول لك السوق الاسود انتهينا منه، لا ما انتهيت منه. والناس الشغالين في السوق الاسود الشغالين في الفساد ده هم ذاته الناس الحكومه، يعني انت ذاتك تستغرب انه نازل الواحد بيحاول يكون واقف بكورك زي حمايتي، نحن حنقبض ونحن حنفعل، هو ذاته يكون ضالع في المشكله ذاتها، يعني اي مشكله تكلم عنها الرتب دي هو حيكون ضالع فيها. يعني الرتب اللي في الشماليه دي الودات الشماليه منه، يعني ودات توم هجو، الرتب اللي بتتباع في الشماليه دي ودات توم هجو، الزول اللي ما دي حايم في الشماليه منه غير حمايتي ده، ما في زول غيره، والزول الوحيد اللي بده الرتب منه غير حمايتي، ما هو الشوارع الناس حمايتي. استغفر الله العظيم. ما رايك في تمديد الفتره الانتقاميه؟ والله هو طبعا ما في اصلا ما يعني لسه هم ما حيقدروا يمددوها، حسي هم حسي حيحاولوا بقدر الامكان يسكتوا. هي الفتره بالمناسبه بتاعت انه يستلموا بعد ده حقه جات، يعني ممكن يكون لا ممكن تكون الاسبوع الفات الاسبوع الفات ولا الجاي، هم لازم يمددوها طبعا بعد ده، يعني حيجي يقول لك لازم، لانه لسه حيجي يمددوها. حسي لو مددوها 4 سنين وتموا الاتفاقيه مع الحلو، الحلو حياخذ له على الاقل شهر شهرين برضه حيمددوا لك ثاني. النازل ما في النهايه الاماراتيين دين دارين البرهان يكون قاعد ودارين يكون حميدتي قاعد، وحسي حاليا دارين حمدوك يكون قاعد. انت المواطن حياكل وحيشرب، ممكن يوفروا له الاكل والشراب، وحيعاني يعني في الارتفاع الجنوني ده، حيثبتوا لك السوق شويه، وده الكلام الجاي حسي حيثبتوا لك السوق. يعني الاماراتيين اتعهدوا، يعني ما تشوف المشيه بتاعت وزيره الخارجيه دي، اتعهدت بينه الوغود والاكل حيكون موجود والسوق حيكون ثابت، لكن ما في غصاص، ما في مطالب ثوره، ما في ثوره عديل، ما في مطالب بس كده تقبلها. النازل ممكن يقعدوا 10 سنين ثاني، 10 12 13 سنه ما في مشكله، ما حسي اخذوا سنتين يا جماعه، حسي ما ماشيين سنتين بعد شويه ما في مشكله، سنتين ثلاثه اربعه حيواصلوا بالدرب ده لغايه لو مات حمدوك يرشعوا التعيد حمدوك. ما هي دكتاتوريه يكون قاعدين فيها ناس البرهان، البرهان طبعا ممكن لو فات بيجي حميتي طبعا مع نايب حميتي طوالي، بعد ده حيكون سايقنا كده، ما في علاج، يتموها 5 سنين 6 سنين 7 سنين القضايا تنتهي، يطمسوا كل الاسام بتاعت الجرائم بتاعت الكيزان، ينتهوا من الصراعات بتاعتهم، هم ذاتهم يكون عندهم قواعد خارجيه، يفصلوا مناطقهم ديك ذاتها هي تبقى مناطق مقفوله باسلحتها وبجيشها، يفرتقوا المنطقه بتاعت المينا وبتاعت بور السودان دي، يسلموها للاماراتيين والسعوديين كقواعد، ويكونوا ضامنين بها السعوديين العمق الاستراتيجي بتاعهم، يدوا حلايب وشلاتين لمصر، يعني يكونوا في صراع مع موضوع الفشل ده كده، والناس تخاف من الحرب ومن الحاجه اللي بتحصل، الصراع حيستمر كده، وهم حيقدموا للامارات الدوله دي كلها كل يوم حيقدموا لها حاجه، ما عندهم مشكله. الحل في الشارع يعني تسقط، بس احنا ما بعد ده عندنا جرد حساب، يوم 6 ده ما بالنسبه لنا جرد حساب. الناس متفقه انه الحل في البل، تسقط ثالث ما عندها حل، والله ما عندها حل. انا قدر ما انا بديك انت قايل شنو، انا بحاول اجد لهم حل، بتمنى انه اجد لهم حل كده مريح يعني، لكن في النهايه الحل في اللي لقيته في البل ما في حل. النازل ما عندهم حاجه يقدر يسووها، الوثيقه ذاتها اللي اتبنت على القضيه دي ذاتها وثيقه ممجوجه وما بتقدم. اذا انت كنت داير تدمر الوثيقه دي وتبنى، وده الكلام المهم، اذا انت كنت داير تدمر الوثيقه دي وتشرطها وتبني من جديد، انت محتاج حاضنه تعمل لك الكلام ده. ما حسي انا الكلام ده قبل دقائق كنا نحن بنتكلم فيه في الجروب بتاع نحن اصحاب القرار، حسي دي انت يوم 6 ابريل دي طلعت هزيت الدوله دي، هز رجيت الرج عشان تقوم
تسقط الحكومة دي، انت محتاج انه يكون في جسم بفاوض اسمه الجسم المفاوض، والجسم المفاوض ده محتاج انه يكون عنده شرعنة، ناس بوراه واقفين. ما انت يعني انت نحن كلنا حنكورك له، حنكورك لناس. نفرض انه فعلا يوم 6 ابريل ده نجح والناس دي كلها كسحت ومسحت واستلمت الكرسي ده، ما حتستلموا كيف؟ ما هو في النهاية نكون واقفين وبنكورك لهم، انزلوا من الكرسي، تلبوا من الكرسي. ما لازم يكون في جسم بفاوض بانه يا جماعه سلمونا الحكومه دي. ما انت قلت تجمع المهنيين ده وكجا، نحن ما ساندنا لانه تجمع المهنيين، نحن كنا محتاجين جسم. نحن كلنا كنا محتاجين جسم، واي زول حاول يغرد عكسه قلنا له لا خلينا نحن نعبر. كان عندنا مشكله بتاعت انه عمر البشير ده لازم ينزل. ما نحن بالمناسبه والله حق في ناس كثيرين جدا تحمد الله سبحانه وتعالى انه الانجاز الوحيد اللي عملته الثوره دي انه ابناء شال عمر البشير ده. لانه لو كان مشى شويه لقدام عمر البشير ده كان هو اللي حيغنم الميليشيات دي، وكان هو حيزيل الجيش السوداني، كان حيرفدوا براو يعني. ما يعني انت تاكد انه، ولو بتتذكروا قبل ايام من الثوره دي ذاتها كان شايلين كميات كبيره جدا من الجيش. اصلا كان عمر البشير ساكي بانه يدمر الجيش السوداني ده، لكن ربنا اراد انه الثوره دي جات. الجيش ده كان ما حتلقاه يعني، حس الناس اللي قاعدين ديل الخراتيت ديل ذاتهم ما بتلقاهم. كان بتلقاه في النهايه كلها مقرات بتاعت الدعم السريع، لانه داري يحول البلد دي كان للميليشيات، ويكون في النهايه هو قاعد في الحكم، لانه عنده فكر بانه المعتوه اللي اسمه حميتي ده ما ممكن يفكر في السلطه. لانه امكانياته، حسي هو انت قايل الموقف حميتي شنو؟ هو عارف انه حدود امكانياته، والراي العام، والشارع العام كله ما قبلانه، عشان كده هو منتظر يعني. محجوز في الامارات، يا ما هو حسي قال لي خبير الحدود معاذ تنجو محجوز في الامارات. الله يستر عليه من مصير الصادق. يا جماعه انا سمعت انا قريت منه امبارح الكلام ده وتابعته، لكن في كلام طلع بينه هم كانوا مجتمعين يعني، مجتمعين معهم مريم الصادق ومعهم شله كده. الحكومه طبعا ما بتديك، شوف ما دي حكومه المغيبين ودي الحكومه السيئه جدا. معاذ بالمناسبه شخصيه يعني شخصيه شاطره حقيقه يعني، عنده امكانيات رهيبه جدا، وحافظ التاريخ بتاع المناطق ذاته، وحافظ القوانين ومرجعية بالمناسبة زول ده. لكن نحن ما دي مشكلتنا، أنا بقول لكم دائما بأنه نحن ما قاعدين نحمي يعني. أنت شوف 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 المفارقات بتاعت الدولة السودانية عليك الله يعني دار تعرف المفارقات، أنا حديك المفارقات. شوف معاذ ده، معاذ تنقو ده زول دكتور، زول هو زول خطير جدا، لأنه حافظ القوانين وحافظ التواريخ، وعنده معلومات يعني صرع عن القضايا التاريخية بتاعت الوطن. زي ده ما عالم، انا بعده بالنسبه لي عالم، انا كدوله السودان بالنسبه لي الزول ده عالم، لانه انا محتاج له. الزول ده الوحيد اللي بخافوا منه المصريين انه يطلعوا معاه في المنبر، اقول لك عديل يعني، لانه انا متواصل مع ناس الاعلام ديل، قال لي وقت يكون الضيف بتاعه معاذ ده هم بخافوا، لانه بيكشفوا، لانه لو يتكلم عن المفاهيم والتواريخ وكلهم بيطلعهم غلط، فيقوموا زي معاذ ده يودوا الامارات. ده دليل وما عنده حمايه، وممكن يكون للزحمة ذاته عشان يتخلصوا منه. ده القتلة قلت لك، والله ده القتلة، ممكن يكون الزول اللي وده ذاته حميتي، لأنه لو لاحظت الزول اللي يتكلم في التسجيل أشار لحميتي، يعني حميتي ده ما قاعد يقدم كبش فداء للعملاء بتاعينه، والناس العقالات دي هما بارك تحتها يعني. سلمنا تنجو، سلمنا بنجو ده بالمناسبة واحد من الغالب بتاعنا العدل والمساواة به، سلمنا تنجو، سلمنا بنجو، هم بسلم ما عنده مشكلة. الناس ديل ما هم ديل اولياء نعمه وهم سياده، وده كذب. هو طوالي ما عنده مشكله، هو بيفتكر انه الحاجه اللي بيدوها دي كبيره جدا، وفعلا كبيره بالنسبه لزول ما عنده مخ. هذا معاذ ده يكون ما عنده حمايه، وحمايتي يكون عنده حمايه. مش دي مفارغات انه زول عالم وزول البلد دي محتاجه له، لانه عنده حاجات ممكن يوصلها لسه، وعنده اشياء نحن محتاجين له في المفاوضات. بدل تحافظ عليه تحافظ ضعي على حميتي، وحميتي عنده شنو؟ قاموس بتاع الحدود السودانية، رجل شاطر والله، رجل شاطر والله، ودي حاجة محزنة. وزي ده حقه ما بيطلع ساي، وزي ده حقه يكون عنده حماية. تخيل انه الحماية عن حميتي وعبد الرحيم ده قالوا، يا أخي البلد ماشية بالقلبة والله، بلدنا دي ماشية بالقلبة، عبد الرحيم ده قالوا يكون عنده حماية، وحميتي يكون عنده حماية، وزي معاذ ده يكون ما عنده حاجة، ماشي بيكون عينه ساي. مش دي مفارغات؟ طيفور الله يرضى عليكم، تيجي حسي اليوم ده
صرف يوم شنو؟ صرف ما يومك. والله ما عارف هو الانصرافي شغال يا جماعة ولا صرف. قال يوم صرف يومك ما عارف والله. لو الانصرافي شغال ذاتي يعني بنسحب، لأنه بدي فرصة لو كم يوم ما اشتغل. ونحن يا جماعة كلنا ما قضيتنا واحدة ومترابطين مع بعض، ما يعني كلنا متحدين على أساس إنه حسي قضيتنا بقت قضية واضحة وبقينا اتفقنا عليها، بس كيف نحن بنناقشها وبنحاول نوصل رسالتنا فيها. لأنه في النهاية إذا ما المنظومة العسكرية إذا ما تعالجت دي مشكلتنا بقت. نحن حنشتغل في الإطار ده، بس أنا حسي شغال في الإطار ده. ما صحت ضرب النار في الغصر، ما سمعتها والله. أي شغال يا جماعة، تحياتنا لكم، ندي فرصة للانصرافي، وتحية خالصة للانصرافي، تحية لكم كلكم. خلينا نتلاقى بكرة مع نحن قاعدين. وكيف أنام عن سادات قومي، أنا من فضل نعمتهم ربيت، وإن دارت بهم خيل العادي، ونرجوني أجبت متى دعيت، بسيف حده يزجي المنايا، ورمح صدره الحتف المميت، خلقت من الحديد أشد بأسا، وقد بلي الحديد وما بليت. يا جماعة سنستمر وسننتصر بكرة بإذن الله إن شاء الله.